كبرنا سوا. امين. مساء الخير لكل مشاهدينا. هاي مساء الخير. مساء النور. انا اشتقت. مساء النور. مساء جيمي. مساء رواف. اشتقت بصراحه لكل المشاهدين وكل اصدقائنا وهيك عم بحضركم الحلقه الماضيه وكثير تاثرت. كنت نور وكنت جيمي مزبوط وكان كثير وقت حلو. بسلم اكيد على عادل اللي هيك سمعت شيء من قصته وسألكم تحت الهوا شو قصته. هاي عادل. هاي عادل. وبدي اقول لك انه هني صلوا لك. انا ذكرتك بالبيت لانه ما كنت قادر اكون هون. واكيد بدي اقول انه هيك رح يكون وقت اليوم كثير حلو مزبوط. شو عندنا اشياء؟ عندنا كثير فقرات اليوم. اكيد اول فقره هي المهمه والدسمه هي في واتسابس كثير لانه نحن مشاهدينا بنحبكم بنحب نسمع عنكم وبنحب نسمع منكم. اكيد نصلي سوا لكم. لكن الكاميرا تبعي هونيك. وكمان ما بدنا ننسى الرقم هو صوتهم بالاستوديو بس معلش بسيطه 7-0-0-8-5-2-6-0. هذا هو رقم الواتساب. بليز بنحب نسمع عنكم. واكيد في عنا فقرات. في عنا كيف بتفكر صحيح. اليوم معنا ضيفين كمان. تيمي كان معنا الحلقه الماضيه وريتا. نحن وعدنا لتيمي انه رح يرجع بقى اكيد. فوفينا بوعدنا. لكن بدي اخبركم كثير اشياء بما انه كنت قاعد مع البروديوسرز بالحلقه وهيك كنا عم نعمل. اول شيء الحلو انه فقره كيف بتفكر رح تصير كل حلقه. حلو. اوكي رح يكون رح نجمع اصدقاء مثل تيمي. بدي اقول انه كان اليوم خيلة إلي صغير بده يكون معنا من الاصدقاء هو مارك بوجه له تحيه ما قدر يجي. رح نجمع اصدقاء بقيت اصدقاء لكبرنا سوا مرقوا معنا ويكونوا دائما بهيدي الفقره عم يعطوا رايهم كل اسبوع. بيجي منهم ثلاثه مش كلهم فيهم يكونوا 10 بس عبر الموسم بيكونوا معنا. بقى هيك نستفيد من آرائهم نستفيد بيقروا معنا واتسابات ننبسط بيكونوا جزء من العائلة. ما تخافوا بعدنا المذيعين بس يكونوا هن معنا كمان. أكيد بقى بدي أقول إنه هاي الفقرة رح تصير ثابتة كل الحلقة. واو كتير. أكيد عنا كليب على الهواء. أكيد في عنا كليبات. أكيد في عنا ترانيم. وكمال كمان حضرنا شيء كتير حلو. كمال من الفريق مش بس عم بدق معنا. هاي كمال. هاي بول. هاي بدي اقول انه المره ما نسينا نسلم عليهم. ايه ما نسينا ورح تكونوا معنا بكثير امور. حضرت كمال شيء عن المسيح الدجال هلا شيء ريبورت كثير قوي انا حضرته تحت الهواء على قسمين رح تحكينا عنه نقعد سوا او نشوفه. اوكي وهاي بول. هاي بس بدي اقول انه انا محمس كثير لانه عم يخلص صدايق عم نعمله انا وماريان وبول. بول هو اللي عم بيسجل. واو. سجل كل واو. الموسيقى اكيد في ناس دقت موسيقى بس انا عم بقول يا رب بشكرك على هيدي احلى جفت شيء عملته من الاشياء اللي عملتها بحياتي. انا كثير فرحان بعد الصدى. ثانك يو بول. جريت جاب يكمل معكم. متحمسين لحتى نسمع السيدي بقى. ايه عن جد. واخيرا انا رح اركض اروح حضر لترنيمه. ترنيمه كمان لمين الترنيمه كثير حبيتها هالترنيمه؟ هذا للمرنمه تمار زنانيري من الاردن. لكن للمرنمه تمار زنانيري كثير بدي اقول انه انا سمعتها بعرس مرته لكمال. كمال بول كانوا عم بدقوا وحبيتها كثير. معناتها كثير كثير هيك بسيط بس كثير عميق. انتوا رح تقروا واتسابات انا رح احضر حالي. يلا صديقنا محمد الياس من السودان بيقول عن برنامجنا انه برنامج مشوق وبيسلم علينا. عادل شكرا محمد. كثير في ناس بعثوا مسجات ومنهم جويل قالت انه هي عم تصلي لك وفي كثير ناس عم يصلوا لك فانا بحب شجعك اذا كنت عم تتابعنا يا صديقي عادل. ومسج اخيره من ملاخي موسى بيقول بسلم عليكم. فخلينا هذلك المسجات السريعين اللي هيك بيقولوا لنا مرحبا. نسمع ترنيمه مع رواد نرجع لكم.